الروتين كتير ممل عن بعض الناس ومش كل العالم تقدر تتعايش معه. اصلا الشغل بطبيعته ممل، ومنشان هيك لازم نكسر هيدا الروتين. انا اسمي خالد ورح اقدم لكم بعض النصايح كيف نقدر نتخلص من هيدا الروتين اليومي بالشغل. بدك تحط جدول مختلف لكل يوم، وحاول تقسم الاعمال على عدد ايام الاسبوع، وبدل المهام كل يوم. إذا بتقدر تخلص شغلك من مكان تاني غير مكتبك، اطلب من مديرك إنه يوم الأسبوع تشتغل فيه من البيت أو من مكان تاني أنت بتحبه. اطلب من مديرك إنه يعطيك شغل جديد ومهام جديدة غير اللي أنت معود عليها. حاول تغير ديكور مكتبك، رتب الأوراق اللي على المكتب، اشتري بعض الإكسسوارات المكتبية. المهم إنك تضيف لمستك الشخصية على المكتب. حاول تاخذ بريك صغير كل ساعة من أوقات الدوام الرسمي. احكي مع زمايلك أو رفقاتك، شرب مشروبك المفضل أو اطلع تمشى برا لخمس دقايق.